أكد وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية في مدينة جاودار بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة دعم السلطة التشريعية بمملكة البحرين لتحول الجمعية إلى برلمان آسيوي ليكون منظمة آسيوية تدافع عن المصالح المشتركة بين دول آسيا، ومن خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانات الآسيوية وصوغ خطط وبرامج تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتدفع باتجاه النهوض بعمليات التنمية والتقدم. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من مدينة جوادار الباكستانية سعادة النائب عباس عيسى الماضي رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب بعد التحية. طبعا ما هي آخر التطورات في مشروع تحول الجمعية البرلمانية الآسيوية إلى برلمان آسيوي؟ مرحبا، طبعا احييكم احيي المشاهدين الاعزاء. طبعا بدايه الاجتماع اولا طبعا هذا الموضوع صار له فتره يتم تداوله جمعيه البرلمان الاسيوي يتم تحويلها الى برلمان اسيوي. فحاليا تم الاتفاق على انشاء لجنه خاصه لدراسه اعداد مشروع انشاء البرلمان الاسيوي، وطبعا سيتم دراسه اوضاع اسيا بشكل عام في هذا الجانب. نعم. وكيف يتعامل البرلمان الاسيوي. بالنسبه الى التطورات طبعا نشكر جميعا في طريقه تاسيس هذا البرلمان الاسيوي طبعا متحد المعالم، وسوف يمر بتغيرات وتحديات، وهذا المشروع يلعب دور يعني على المستوى العالمي. توجد رؤيه لتكوين برلمان اسيوي تتوحد فيه البرلمانات الاسيويه وتواجه مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوحيد الصف طبعا في مقارنة مواجهة الإرهاب الذي ليس لها حدود، وكذلك أيضا بعد موضوع الفقر والتعليم المناحي حقوق الإنسان. وطبعا نحن قطعنا شوط كبير في هذا المجال، وأعتقد المشاورات وصلت إلى نهايتها، وسوف تكون اجتماعات من أجل تكوين برلمان آسيوي يعني طبعا بجميع شعوب اسيا اللي يحقق تطلعاتهم واماراتهم نحو يعني مستقبل افضل. نعم، من مدينه جوادار الباكستانيه سعاده الاستاذ عباس الماضي عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.